الشيخ محمد أبو طير نصف عمر من الاعتقال. ولد محمد أبو طير في 16 من نيسان العام 1951 بقرية أم طوبة شرقي القدس. أنهى تعليمه الثانوي في مدرسة الأقصى الشرعية وعمل إماماً ومدرساً وخطيباً في مسجد القرية. سافر إلى بيروت عام 1972 والتحق بصفوف حركة فتح. عمل إلى جانب القائد سعد صايل في العمل الفدائي داخل فلسطين تحت الاسم الحركي طارق بن زياد حتى اعتقاله عام 1974. حكم بالسجن 13 عاماً وأفرج عنه في عملية تبادل الجليل. شارك في تأسيس حركة حماس وبادر إلى الإعداد للعمل العسكري. اعتقل عام 1989 وسجن 13 شهراً وأعيد اعتقاله عام 1990 بتهمة صفقات أسلحة للمقاومة وحكم عليه بالسجن 15 عاماً وأطلق سراحه عام 2005. بعد خروجه من السجن انتخب الشيخ أبو طير نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير والإصلاح. أعاد الاحتلال اعتقاله في 30 من حزيران 2006 وأبعد عن مدينته المقدسة وسحبت هويته المقدسية رفقة نواب آخرين. في السنوات الأخيرة لم يعد الشيخ يحصي مرات سجنه. 2011 اعتقل 12 شهراً، 2013 اعتقل 25 شهراً، 2016 اعتقل 17 شهراً، 2019 اعتقل 7 أشهر، وفي 13 من نيسان 2020 أعاد الاحتلال اعتقاله مجدداً. لم تثني السنوات الطويلة عزيمة أبو طير عن المقاومة وقول الحق والعمل لأجل فلسطين.